شو عم بصير معاي في الانترفيوز، وانت بدك تعرف كيف ممكن ريل انترفيو questions او كيف تقدم عليها او كيف تحكي في الانترفيو او شو الاسئله اللي راح تنسالها في الانترفيو. كل هذا الحكي انا بحكيه في السلسله اللي عن جد سلسله جباره وبحبها وبعشقها. جاسر مصطفى، وخلينا نبلش. ننتقل في الفيديو هذا للقصة رقم 4 أتوقع من قصص الانترفيوز اللي أنا عم بحكي لك إياها من رحلتي الحقيقية في مقابلات عمل مع شركات حقيقية وواقعية، والانترفيوز أنا رحت عليها. وهذه القصة مع شركة فرنسية الأصل ولها عدد كبير من الفروع في معظم دول العالم، واحدة منهم في دولة قطر في الويست باي، في واحد من التوارز الكثير مرتبة. والشركة صراحة اللي شفته أنا إنها شركة مرتبة. في يوم من الأيام بيرن تلفوني: مرحبا، كيف حالك؟ جاسر مصطفى. يس ام سبيكينج، تفضل، معك فلان الفلاني من الشركة الفلانية، ونحن حابين ان احنا نعمل معك انترفيو لانه احنا في عندنا فيكنسي لاركيتكت، ووصلنا السي في تبعك وحابين انه نعمل معك انترفيو، حابين انه اذا نجحت في هذا الانترفيو تكون معنا في التيم. ار يو انترستد؟ لا I'm not interested. طبعا I am interested إذا أنا قاعد بدور على شغل، بس I don't recall إنه أنا I have applied to your company. ممكن إذا سمحت تحكي لي كيف حصلت على السي في تبعي؟ قال لي بصراحة إحنا عندنا كلاينت، والكلاينت هو بعت لنا السي في تبعك. ما سألته مين الشخص اللي بعت لك السي في تبعي، صراحة حسيت إنه توفيق للحياة، بس عرفت إنه هي جهة من الجهات الحكومية المرموقة في دولة قطر. مين بعت له السي في؟ كيف؟ ليش؟ ما بعرف صراحة، بس هي من الجهات اللي أنا حابب. فقلت له yes I am interested. متى بتحب يكون الانترفيو؟ قال لي هلا برجع لك، بشوف السكادجول وبرجع لك. قلت له اوكي، سي يو سي يو، باي 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 باي. بعد شوي بعت لي على الواتساب: ار يو افيلبل توداي ات 3 بي ام؟ ديفينتلي ام نوت افيلبل توداي ات 3 بي ام. قلت له انا بالثاني يعني ما حاجب نفسي اليوم. فقال لي اوكي، واتس اباوت تومورو ات 1 بي ام؟ قلت له بيرفكت، ايل بي ذير. وعلى هذا الأساس اتفقنا. قال لي قبل ما تيجي على الانترفيو راح أبعث لك إيميل، وراح أطلب منك أنك أنت تبعث لي السيرة الذاتية تبعك، وراح أبعث لك فورم تعبيه للسيرة الذاتية تبعك بناء على الفورم تبعنا، وابعث لي السيرتيفيكتس تبعونك، وابعث لي السيرتيفيكتس الأكاديمية تبعونك كمان، وإن شاء الله بنشوف. قال له حاضر، أبشر يا بيبي. سكرت معه المساء، بعت له الدوكيومنتس اللي هو طلبهم لاني كنت اصلا برا، فمعنى بعت له اياهم بنفس الوقت. وثاني يوم عملت حالي رحت على الانترفيو، وانا رايح على الانترفيو حسيت اني انا ما رح اوصل ات 1 بي ام. شو بعمل؟ بسكت؟ لا، مسكت الواتساب: هاي هاو ار يو؟ اي ام سوري، اكشلي اي فيل ذات اي ويل بي ليت لايك 15 minutes due to the traffic jam. Regards. بعت لي it's okay بس please try to be here as soon as possible، لأنه أنا أصلا عندي موعد الساعة 11. هو كان في الانترفيو عبارة عن نص ساعة، فإذا تأخر راح تروح علي الانترفيو. بقدرة قادر ما بعرف كيف كنت في الشركة الساعة واحدة إلا دقيقة، وطلعت على الطابق التاسع، دخلت على الشركة ورحبوا في الريسبشن. قالوا بدك الاستاذ الفلاني؟ قلت لهم يس بدي الاستاذ الفلاني. قالوا الاستاذ الفلاني من هون. ومشوا معي لعندنا، وصلت لعند سكرتيره الاستاذ الفلاني اللي هو الاتش ار مانجر. هاي هاو ار يو، ممكن اقابل الاستاذ الفلاني؟ قلت له يس، قابل الاستاذ الفلاني، دقيقه اخبره. دخلت تخبره، بعدين قام هو صح قام واخذ عندي وسلم علي وقال لي تفضل. فدخلت لعنده قعدنا دقيقه، قال لي اذا سمحت اخلص شغلي في ايدي. خلص شغلي في ايدي دقيقتين، وبلشنا ندردش في المقابل. اول بلش المقابل قال لي صراحه ما شاء الله عليك، انا شفت الدوكيومنتس تبعونك و they are perfect، you are I think the best fit for this vacancy، ولكن I think برضو انه انت you are over qualified، بس it is okay we have no issue we can move forward with the interview. بعدين راح اذا انت you have passed this in the interview I'll be forwarding your papers، اذا راح نتفق على الباكج راح اقدمها للكلاينت، اذا وافق عليها الكلاينت ف you are welcome you are one of our team members. قلت له I have no issue let's move forward. فسألني اول سؤال: احكي لي عن حالك وعن خبراتك خلال 10 دقائق. طبعا 10 دقائق كثير to be honest، عشان تقدر تحكي عن حالك وعن خبراتك مو كثير، انت بتقدر تعبيهم تعبي اكثر منهم، بس في الانترفيوز I think is كثير. فحكيت له عن خبراتي وعن صولاتي وجولاتي، وانه انا احسن حدا في العالم ومش عارف شو. then we have moved to السؤال اللي بعده، راح احكي لك برضه السؤال اللي بعده.
السؤال القاتل الحارق الخارق المتفجر، ليش بدك تترك مكان عملك الحالي از انه عطوفتك executive manager principal architect و بيم director او بيم manager you are managing the whole company we believe انه وضعك كثير مهم، ليش بدك تترك؟ جواتي يا زلمه شو دخل امك؟ ليش بدك؟ انا بدي اتركك شو بدك منك؟ بس at the end of the day طبعا ما حكيت له هيك، حكيت له انه اكس واي زي، ما حكيتهم بعدين بخطوه التفاصيل. وانتقلنا بعديها للسؤال الثالث. انا شايف في السي في تبعك انه عندك خبرات في اداره المشاريع الكبرى واداره السكوبس الكبرى المعقده، بليز احكي لي عن هذه الخبرات. في عقلي ما انا حكيت لك خلال العشر دقائق انا شو عملت، بس برضو رجعت الخش مش والله اتشال حبيبي من نزل، فجاوبته اللي بده اياه. اذا سمحت احكي لي عن عدد سنوات الخبره في كل مجال عمل انت عملته في كل شركه وفي كل مشروع انت اشتغلت فيه. رجعت بالذاكره لبدايه الانترفيو، اذا انت مش قلت لي انه ما شاء الله عليك واحسن حدا في العالم والسي في، بس يلا اتش ار مانجر تمون علينا. فحكيت له عن عدد سنوات الخبره وعدد السنوات اللي قدمتها في كل مشروع وفي كل شركه وشو اللي عملته، واعجب بشهادتي واعطيك هذه الشهاده. وانتقلنا للنكست واسجل، احكي لي شو المهام اللي كنت تعملها في كل شركه من الشركات اللي اشتغلت فيها سابقا. يا زلمه ارحمني، نفس الاسئله قاعدين نكررها نفس الاجوبه، بس انا لاني لازم اثبت حالي لازم اعمل الاجابات بصوره منمقه وبروفيشنال وما تكون نفس الاجابه السابقه، ومش قادر اقول لك انه هذا نفس السؤال اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله، بس استل يو ار اتش ار مانجر حبيب قلبي حياتي انت بجاوبك. وجاوبته، حكيت له عن الأشياء اللي طلبها. وأحلى إشي صراحةً أحلى إشي السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كان احكي لي عن قدرتك عن العمل تحت الضغط. فقال إذا ما مش كاتبها وأنا شايلها من السبيل بالعمداً عشان ما تسألني هذا السؤال. أنا اللي بعمله في الناس في المقابلات بدك تعمله فيه يا زلمة. حكيت له أنا أحسن واحد بشتغل تحت الضغط. بس شو الضغط اللي أنت بتحكي عنه؟ قال يعني إذا في أوفر تايم إذا بدك تروح مش عارف وقت. قلت له مش مشكلة، ما عندي مشكلة أشتغل أوفر تايم. تدفع أوفر تايم؟ قال لي بندفع أوفر تايم. قلت بشتغل أوفر تايم، ما عنديش مشكلة يعني. لأن السؤال اللي قبله سألني عن ضغط العمل وسألته لماذا يتمثل، فهذا قادنا إلى السؤال اللي بعده بسبب حنتك الـ HR manager اللي كان يقابلني. سألني هل عندك استعداد تعمل زيارات للموقع إذا طلب منك الـ position اللي أنت موجود فيه؟ لازم أنا مهندس يعني، أنا أصلاً لازم أروح على السايت يعني، أنت شو الأسئلة الغريبة اللي تسألني؟ بس طبعاً ما قدرتش أحكي له هيك، هذا الحكي كله كان في بالي ونفسي أحكيه بس ما حكيته. إنه طبعاً إذا العمل يتطلب مني ذلك فكلنا فداء للوطن وكلنا فداء لسيدنا وكلنا راح ننزل على السايت. أكيد راح أقول لك يعني أنت متخيل أن أقول لك لا ما بدي أنزل على السايت، بس يلا أنت لازم تتأكد يعني شو بدك شو أسوي. وسألني سؤال صراحة فيصل، إذا كان المكتب اللي بدك تشتغل فيه هو مكتب في الموقع وليس مكتب في الهيد أوفيس عند الكلاينت، هل عندك مشكلة في ذلك؟ صراحة أنا من الناس اللي ما بحب أشتغل في سايت أوفيس، to be honest أنا من الناس بحب أشتغل في الهيد أوفيس وأنزل الزيارات ما عندي مشكلة، أما تحكي لي انزل اشتغل سايت أوفيس أنا ما أحب أشتغل سايت أوفيس يا عمي، بس لو كان ذلك يتطلب إني أنا أشتغل سايت أوفيس فما عندي مشكلة، بس أفضل إني أنا أكون هيد أوفيس جاي، وإذا لازم أنزل على السايت أو أزور التيم every now and then ما عندي مشكلة، أشيك على السايت ما عندي مشكلة، في مشكلة في السايت أروح أحلها ما عندي مشكلة، بس please ما تحطوني في السايت. طبعا ما حكيت له هيك، بس حكيت له يس انا ما عندي مشكله ان انا اروح على السايد اوفيس، ما بدي احط العقبه من خلالي او من طريقي عشان نشوف يعني وين اتوجه. وبعدها بقدره قادر هو قرر انه انا الشخص المناسب في المكان المناسب اللي لازم 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 اتوظف معهم، وقال لي انت حلمي في الحياه. لا ما حكيت اللي انت حلمي في الحياه بأزنخني. المهم قال لي يلا نحكي في العرض المالي والحوافز، قلت له ليتس موف فورورد. صراحة سريع الموضوع، فكرت يعني بعدين لما تنق وبعدين نختار نشوف العرض المالي ومش عارف شو، بس يلا ليتس جو اهيد. صراحة لما حكى لي عن العرض المالي ما عجبني كثير، كان بعيد عن الرقم اللي انا بدي اياه، وما كان بعيد كثير لكنه كان صراحة بعيد عن الرقم اللي انا بدي اياه، فبين علي انا مش معجب بهذا. هو صراحة أخذ ستيب باكورد بشكل كثير سريع، قال لي ما تعطيني قرار الآن، نام شوي على الموضوع، خذ لك يومين زمن ورد لي خبر. هون أنا أعطيته هجمة مرتدة، قلت له لا أنا ما راح أغيب يومين، أنا راح أغيب 7 لـ10 أيام. هو صفن إنه ليش 7 لـ10 أيام؟ يعني هيك ترد علينا عشان نمشي في البروسيس يعني. قلت له بصراحة أنا عندي مقابلات عمل ثانية، ومقابلة العمل الثانية راح تكون الأسبوع الجاي، والثالثة راح تكون الأسبوع الجاي، وهو إلى آخره. أنا راح تجيني أوفرز، وأنا عن علمي عن هذه الأوفرز to be honest no offense أحسن من الأوفر تبعكم
بكثير. وإذا جاني هذاك الأوفر صراحة I'll be grabbing that offer مش الأوفر تبعكم. Otherwise راح أفكر في الأوفر تبعك. بصراحة حاب كثير أكون معكم وأنا عن جد كنت حاب أكون معهم وحاب أكون مع الكلاينت تبعكم لأن أحب أشتغل مع الكلاينت تبعكم بس أعطيني فرصة أفكر. قال لي أوكي بس حاول ما أتأخر علي. أوكي أحاول ما أتأخر عليك وباي باي باي باي. حملت حالي ورحت. فكرت في الموضوع صراحة قلت إيش بعطي confirmation نمشي في البروسس. هذا ما طلع بعد قديش بعد 4-5 أيام يعني ما لما عملت الانترفيو اللي بعدها صراحة الانترفيو اللي بعدها طلعت لسه بدها شهر أحكي لكم إياها واحد من القصص بدها شهر عبين ما يردوا لي خبر إذا سمعت كل ولا لا. بعدين البروسس تبعهم بده 3-4 شهور يعني قصة طويلة. فأنا قلت لا ما بوند حالي عشان لا عادي بعطي confirmation للشباب هون نمشي في البروسس ونشوف قديش ممكن طول واللي إلي نصيب فيه راح أخذه. بعد 4 أو 5 أيام قلت عليه قلت له I am in let's move forward. وبصراحة نداني عندها الشركة ووقعت على confidential information agreement اتفاقية سرية المعلومات ودردشنا كمان further في possible benefits وحكيت له أنا جاي معاكم مش عجبني الباكج لكن أنا جاي معاكم for the future growth وال future benefits اللي ممكن أحصلها من الشركة. If yes, I'll be there. I'll be the best employee there. Otherwise, بصراحة إذا جاء الأوفر أحسن, I am moving forward. وقال لي, okay, we are all fine. وأنا I believe إنك راح تضل معانا لأنه I know my company. اللي ما عندنا مشكلة. اتفقنا, توكل على الله, وقعنا الأوراق كلها, وانتقلنا لمرحلة المقابلة مع الكلاينت. مقابلة الكلاينت راح أحكيها later on. كانت جدا موفقة, الحمد لله. حبوني كثير. أنا بحب أصلاً كثير. وحاليا منتظر في انهم يخلصوا كل المقابلات وخلصوا كل البروسيس ويردوا خبر للشركه هاي والشركه هاي تردوا الخبر بعدين نخلص كل هاي البروسيس والمكان اللي راح يكون لي نصيب فيه ان شاء الله راح يكون فيه. اللي بدك تستفيده من هذه القصه تحديدا انه انتشر as much as you can as a professional. خلي الناس هي اللي تدل عليك. صراحه انا ما بعرف مين دلهم علي وكيف وصلت السي في تبعتي اصلا وكيف حكوا معي ما بعرف بتاتا. I think لأني شوي نشيط في الوسط اللي أنا مشتغل فيه. إن شاء الله أني أكون فيه أنا بدعي. الشغل الثاني اللي أتعلمها مش شرط تقبل الانترفيو دايركت تقول لي أحكي لك تعال هلأ تروح هلأ. لا عادي قبل ثاني يوم ثالث يوم ما في أي أدنى مشكلة في الموضوع خاصة إذا ما أصروا على الموضوع. فأنت أعرض الطلب اللي بدك إياه احتمال يوفقنا احتمال يقول لك لا بالنية إيرجنت. فأنت ساعتها بتقرر. الشغل الثالث اللي بدك تحطها في بالك إذا كان مش كثير بعيد الأوفر المالي نيغوشيات مع الأوفر المالي وشوف شو ممكن يطلع لك تكون صريح كثير في المقابلة. الشغل الرابع أنت بدك تحط في بالك إنه أنت في الانترفيو تعطي الإجابات اللي هو بدور عليها واللي هو حابب يسمعها. طبعاً you're not faking anything بس you are rephrasing yourself إنه أنت لو سألك أسئلة متكررة عادي أعطي إجابات حتى لو كانت متكررة لكن بصياغات مختلفة وتمس the core of that question specifically مع شوية بهارات حلوة professional إنها تخليه يعجب بقدراتك اللي هي أصلاً موجودة عندك. أنت ما عم تكذب أساساً. إذا الأوفر المالي ما عجبك أو العرض المالي ما عجبك أو الحوافز ما عجبتك عادي احكي له ما عجبتني. إذا ممكن تقدم تنازلات بس ما تقدم كثير تنازلات لحتى أنك أنت تجرب سيرت الأوبورتونيتي بس تضل ضمن الفيلد اللي أنت بدك إياه ضمن السيركمستنسز اللي أنت بدك إياه والمحددات اللي أنت بدك إياها ما تعطيهم إياها على أساس إنه عادي أنا تنازلت. أعطيهم إياها على أساس عادي إنه ما عجبك بس أنت حاب كثير تكون وتجرب هذه الأوبورتونيتي وتجربت وتكونوا مع بعض seeking the future benefits اللي ممكن تكون عم بتصير والgrowth اللي ممكن يصير لإلك في الكارير تبعك والnext positions معهم. وأنا من الأشياء اللي شدتني إنه ممكن أكون promoted لأكثر من location في أكثر من region في أكثر من بلد لأنه هذه الشركة في إلها شغل في أغلب دول العالم. لهون أنا بكون خلصت قصتي وراح أنصحك ترجع تحضر فيديوهاتي السابقة كلها اللي راح تعلمك كيف إنك أنت تطور من مهاراتك تشتغل على حالك أكثر كيف تنجز أكثر. وأكيد الفيديو تبع هذه السلسلة ولا تنسى تنزل لي تحت تعمل لنا لايك شير كومنت بهمني كثير تحكي لي إذا أنت مريت انترفيوز شو اللي مريت فيه وكيف جاوبت على الأسئلة وشو الأسئلة اللي سألتها وكيف قدمت عليها. من هون نتعمل كل هذا الحكي وأرجع لك بفيديو الجاي إن شاء الله. لا تنسى تعمل سبسكرايب وتفعل خاصية الجرس. سلام.